السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي صفحة أظل المغرب حياكم الله. يوم الإخوان عندنا واحد الإرساليات ديال الأظولة، واحد الطلبيات، هذا 1.5 كيلو لمدينة مراكش، نيت من نفس المدينة. أنا غادي نتلاقاو مع السيدة نعطيهم ليه 1.5 كيلو، اللهم بارك، تشوف البيض عامر. هذا الإخوان 2 كيلو الأظولة مدينة وجدة، المحلول المغذي درناه لهذا السيد في وسط البيضو. هذا غادي نلصقوا على البيدو من هنايا باش ما نزيدوش عليهم في الارسال ديال الترونسبور والمسائل. هل الأزولة الاخوان عفوا، هل الأزولة الاخوان غادي نوريكم واحد المساله الاخوان، نبدا لها الاخوان. هاكا تشوفوا أزولة النيل نيريتيكا الاصليه، اللهم بارك، كي دايره جماليه ديال الأزولة، اللهم بارك، اللهم بارك. البصيله يلاه زينا منها، غادي نحركوها ان شاء الله غتولي كلها بحال هذيك اللي ليه بحال هذه الاخوان. شتو اللهم بارك، جماليه وازوله بجوده عاليه الاخوان، اللهم بارك. هنا كنتحدثوا على الجوده ديال الازوله الاخوان، لاننا كنعطيو الناس شي حاجه اللي هي مزيانه، ازوله اصليه وجوده مزيان. واحد المساله خصنا نبهولها الاخوان باش يفهموا الاخوان، كاين دابا بعض الاخوان كيشوفوا مثلا الازوله بحال هكا كيسحب، يعني كما شافها بحال هكا كما غتوصلوا في الفيديو كما غادي يجي يعاود يحط الحوض، يعني فاش غادي يجي يحط الحوض غادي يحطها غيحطها بحال هكا قاده بحال هكا. لا الاخوان ما يمكنش، هادي راه الله زينه منها دابا، ها راه زينه من هنا لهنا وكتقلب، يعني فاش حطينا دابا كنحطوها كتسقطر واحد شويه الاخوان، كنحطوها كتسقطر هاد الازوله من الماء واحد شويه، كنهزوها وكنديروها في الفيديوهات كنعبروها بوحدها عاد باش كنزيدو الماء، الماء كنديروها اضافه الاخوان باش يكونوا الاخوان عارفين كي كيبقاو في واحد الفيديو واحد شويه الماء، هذاك الماء كنديروها كاضافه باش تمشي الازوله حافظ على الرطوبه ديالها. اما الازوله كنعبروها بوحدها يعني كنحيدو البيدو داكشي وكنعبرو الازوله ديالنا باش كنصيفطو الاخوان ازوله لدم عندنا ازوله كيدي عندنا ازوله ازوله معبوره مثلا، فهمتي الاخوان؟ عاد كيبقى داكشي الماء داكشي راه كنديروها الاخوان غير فقط كاضافه، يعني تبارك الله الشهير هذا البيدو هذا راه فيه 1.5 كيلو، راه عامر عامر كامل فيه 1.5 كيلو. المهم الاخوان، المساله المهمه اللي بغيت نشير ليها هي ان الازوله الاخوان شتيها كما دايره اللهم بارك هنا كتكون قاده، ولكن هنا فاش كنهزوها راه ضروري الاخوان كتقلب، كيبان لك فيها واحد شويه الكحوليه، الكحوليه هما الجذور، لان هاد الجذور ما غيبانوش لك هنايا، هنا كيكون الجذور ها هما كاينين لتحت. شتو الاخوان باش نوضح واحد المساله، هنا كتكون كتبان لك غير البلاصه اللي خضراء في الازول، يعني الاوراق غير الاوراق كيبانوا لك، كتكون واحد الجماليه اللهم بارك، ولكن راه طبيعي فاش كنهزوها هنا كنحطوها هنا كتقلب الازول، ها ماشي كيولي جذوره، هادي هي هادي كيولي جذوره، كيولي بقى شويه الكحوليه ديال الجذوره، حتى هذوك جذوره، فهمتي الاخوان؟ عاد الاوراق يعني طبيعي الاخوان، متوسط الازول عاد راه كنهزوها من هنا كنحطوها في البيدو، يعني كتدخل البيدو كواحد الظروف كتمشي فيه، عاد واحد الظروف كتمشي فيه في الكار اولا في الارساليات، عاد كتوصلك، عاد كتحل انت البيدو، عاد كتعاود تهزها ثاني تحطها من البيدو. يعني شحال مره غادي تقلب هاد الازول؟ راه مرات بزاف فاش كتقلب، يعني ما غادي تحطها انت في الحوض من بعد غتخرجها من البيدو راه ما تلقاهاش بهاد الحجم ديال الاوراق اللي كتشوف دابا، يعني بهاد الاوراق بحال مقادين وبجدوره نازلين تحتها، ما يمكنش الاخوان. كاين بعض الناس بعض الناس بعض الخطرات كيسحب انا غير الزغي حتى يلقاها كما هذه اللي كاينه دابا، راه ما يمكنش الاخوان، لان خصك تحطها عندك انت، ما غتحطها كتكون مقلوبه كتبدا تتقادها مزيان في وسط الحوض، يعني ما كتحطها هنا كتبدا تتقاد تحاول تخلي ديك الجدوره لتحت والوراق الفوق، كتاثر واحد شويه ضروري، ولكن ماشي مشكل ما تخافش عليها، يعني خليها عادي راه كتبدا تتقاد، كدوز واحد اسبوع ولا 10 ايام كتولي تبان لك بحال هادي، كيرجعوا الوريقات كيتقادوا، داكشي اللي كان تحت تقلبت صافي كتحيد، تقدر تموت كاع الوراق اللي بقاو مقلوبين، الجذور ديالهم فوق كيموتوا، اللي بقوا الجذور ديالهم تحت كيشدوا في الحوض، يلا كتشد الازوله، علاش كنقول لك الاسبوع الاول كيبقى ديال الاسبوع الاول كيبقى ديال الازوله، النجاح ديال الازوله، يعني يلا الازوله كتشد مع بعضياتها، ما يمكنش تجيبها بهكا وتسنى منها دغيا تبان بدات كطير في الفاره كتنمو، لان باقي يلا هي شحال ديال الظروف دازت فيها الاخوان، ظروف كبيره، عادي يلا غتحط دابا في الحوض، غتحط دابا في الحوض صافي غدا هي الراسه كتأقلم، كيتلاقاو هاد الاوراق، كيتسدو، كيبداو كيكونوا فراغات بحال هكا في الاول، تتقاد الازوله يعني تشتتها مزيان، كما دابا بحال هاد الشحم كيزيد منه، غنعاود ان شاء الله نقادو مزيان. مرجع باش ما يكونش الفراغات، غيولي ان شاء الله بحال هذه اللي كتشوفوا هنايا، ها يا الاخوان شتي اللهم بارك، تولي بحال هكا كلشي ان شاء الله مسدود، باش ما نخليوش الفراغات ينوضوا لنا فيهم الطحاليب ودوك المشاكل، صافي الاخوان من بعد راه كتقاد الازوله، يعني ما تخافش من هذه المساله، من توسطك الازوله بحال هذا الشكل مثلا، كيف تحطها ويبان لك بحال هذا الشكل، عرف بان ديك الازوله راه دازت غير دازت من ظروف، يعني ديال الهزان ديال الحوض وداكشي، لان هاد الظروف صورتها لكم الاخوان، انت ما يمكنش تهزها كيما دابا هكا وتح
تحط في البيدو، واخا كاع هاد البيدو اللي كيكون فمو محلول ها هادي دابا غنلقاوها هنا، لا بد غتلقاوها شتي، هاهي مقلوبة الإخوان، أنا حطينا في هاد البيدو كاع فمو كبير ولكن هاهي مقلوب، وهنا ما تلقاهاش مقلوبة لأنها يلا باقا في الحوض، يعني داكشي عادي الإخوان ميخافش منو الإخوان، صافي راه كتحط الأزولة ديالك، المهم أنك توفر لها الطريقة الصحيحة ديال الزراعة من توصلك ويكون الماء مزيان حلو، وتحط المسائل ديالك وصبر عليها. الأسبوع الأول راه كتخليه للزراعه هذاك، كتخليه باش يلاه بدا كتماسك ديك الأوراق بيناتهم، وكتخليها من بعد أسبوع راه كتبان لك الأزولة صافي الحمد لله بدات كتأقلم مع راسها وبدات كتنمو وبدات كتسد الحوض، غيبان لك بدا كيتسد. هادشي اللي غتشوفوا في الفيديوهات ديال الناس ديال النجاح ديال الأزولة، الناس اللي كيصيفطوا لي الفيديو، لكن ملي خلات كيصيفط لي الفيديو بعد أسبوع بعد سيمانة واحد بعد 15 يوم على حسب، ودغيا كيبان لك الحوض يعني كيفاش خداه في الأول تيكون خاوي، كتكون الازوره كتبان لك شويه مارسين الاوراق مارسين الجذوره وهذاك الشيء، حيت كما قلت لكم راه عوامل تاع الترونسبور، ومن بعد راه كتولي الازوره كتبان لك كلشي كيبان لك الحوض كيصوروا كيقول لك مثلا شوف اخويا رضوان هذا الحوض هذا المسائي، كيبان لك الحوض كله تسد، يعني هادشي الاخوان بلا ما يخافوا منه الاخوان راه شي حاجه عاديه بالنسبه للازوره. وتحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.